ينضم إلينا اليوم من قلب مدينة الصوت الأستاذ غيث عربيات، أحد أشهر الشخصيات في المنطقة لحرصه الشديد على نقل الوعي للعامة. ومن قلب العقبة الأستاذ يزن بطارسة، الناشط في أمور التطوع والصحة. بداية أرحب بك أستاذ غيث، وأهلا وسهلا بك أستاذ يزن، نورت البرنامج. شكرا على هاي المقدمة الجميلة، أهلا وسهلا فيك وجميع المشاهدين. أهلا فيك وبالمشاهدين. أستاذ غيث، لنبدأ حديثنا بالكلام عن أهمية الدعم النفسي لمريضة سرطان الثدي ومسؤولية المجتمع تجاه هذا الموضوع. طبعا يعد الجانب الروحي والنفسي من أهم العوامل في نجاح هذا العلاج والسيطرة على السرطان. يتوجب على جميع المؤسسات والمجتمع التوعية بهذا المرض والتركيز على هذا الجانب. يعني لا يمكن أن ننسى أنه مريض السرطان يمكن العلاج من هذا السرطان ويمكن العيش من بعده بصحة وسلامة. نعم صحيح. عودة إليك أستاذ يزن، بصفتك من المشجعين على العمل التطوعي، برأيك كيف تنعكس فوائده على الشخص والمجتمع؟ العمل التطوعي عمل إشي كثير حلو، كثير غير في حياتي بأكثر من معنى. غير في حياتي أني صرت أطلع للحياة بمنظور كلياً غير. كنت أطلع للحياة أنه خلص مهما تتقدم تنسى الحواليك. طلعت أنه إشي لا، بالعكس كل ما مشيت لقدام لازم تطلع على الحواليك وتساعدهم قدر الامكان، لانه لولاهم ما اتوقع وصلت للاشي اللي المراكز العليا لقدام. كل الاحترام لك استاذ يزن. عاد اليك استاذ غيث، ما هي نصيحتك لمن يتابعنا اليوم؟ طبعا انا بحب اوجه نصيحه لكل المستمعين، انه علاج السرطان لا يمكن الشفاء منه بالعلاج فقط وبالادويه، بل ايضا بالجانب الروحي والنفسي. علينا جميعا ان نتكاتف ونكون كتله واحده لعلاج هذا المرض والسيطرة عليه والتغلب عليه. شكرا لكم. نصيحة من ذهب بكل تأكيد. أستاذ يزن، ما هي رسالتك لشباب المستقبل؟ هلا بنصح كل حدا يشارك بالعمل التطوعي لأنه شيء كثير مفيد. مش مفيد إنه إلك لحالك، مفيد للمجتمع كله بشكل عام، لأنه أنت لحالك أوكي بتعمل تغيير. هو شيء كثير بفيدك بكل نواحي الحياة، يعني بخليك تطلع للحياة بشكل كلياً غير، وخليك تعيش باكتفاء ذاتي، بتحس حالك انه كثير مبسوط شو ما عملت، انه راحة نفسية واكتفاء ذاتي. رسالة قوية، اتمنى ان تكون وصلت لعدد كبير من الناس. اود ان اشكر ضيوفنا لهذا اليوم، الاستاذ غيث عربيات والاستاذ يزن وطارسة، واتمنى لكم يوما سعيد. اما الان فلننتقل الى بدر ليحدثنا عن قصة ليست كباقي القصص. سحر خالد، امرأة أردنية عمرها 55 سنة، اكتشفت انه عندها سرطان بالثدي، وكان الحل الوحيد انه تعمل استئصال جذري للورم. وبعد الاستئصال قعدت 4 سنين تاخذ علاج كيماوي للورم، واليوم عادت لأولادها اللي بتعتبرهم أبطالها، وحكت الساعات الماضية اتسمت بالقلق والتفكير الكثير، لكن رجوعي كان شيئا آخر. وتقول أيضا، كانت فترة عصيبة ومؤسفة، لكني الآن أشعر بالسعادة والامتنان لأن عائلتي فتحت أبواب قلوبها لي وساعدتني على أن أفعل أحب الأشياء لي. صراع طويل مع المرض، لكن أثبتت للجميع أنها أقوى من كل العقبات. كرمها أطفالها بميدالية ذهبية لفوزها وانتصارها على مرض سرطان الثدي. نهاية نشرتنا لهذا اليوم، أتمنى لكم مساء سعيد وشكرا لحسن المتابعة. ما تنسوا تعملوا لايك على الفيسبوك وتويتر وسووا جوين للإيفنت.